كيف أتصور شخصا يحب الله عز وجل ولا يطبق أوامره؟ لا نستطيع أن نفصل الحب عن الخوف، عن الرجاء، عن الإخلاص، عن التوبة، عن الخشية. لماذا؟ لأن كل أعمال القلب مترابطة. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لطيفة من اللطائف، قال أحد هؤلاء اللي يعبدون الله بالحب لكن لا يطبق أوامر الله، يضيع أوامره. أهم شيء القلب، يقول لك طبعا أهم شيء القلب، نحن متفقون معك، لكن ماذا يترتب على هذه الكلمة؟ إذا ترتب على هذه الكلمة نزع الخوف من الله من القلوب، نقول لا، هذا ادعاء أنت تدعي. فرجل كان معتكفا في خلوة حتى قطع عن نفسه صلاة الجمعة. طيب الأصل صلاة الجمعة ما حكمها؟ فرض. فجاءه رجل قال له: لماذا أنت اختليت حتى تركت الجمعة؟ يعني الخلوة صحيح عبادة لكن لا تؤدي إلى التفريط في عبادة ثانية. قال له هذا الرجل الذي فهم الدين منقلبا منتكسا، قال له: ألم يذكر الفقهاء في الكتب أن الجمعة تسقط عمن خاف على ماله؟ يعني إذا أنت كنت خايف على مالك أن يسرق وحل وقت الجمعة، الإسلام يقول لك معلش حافظ على مالك تسقط عنك الجمعة. شوف الاستدلال. قال: أليس الجمعة تسقط عمن خشي على ماله؟ قال: نعم. قال: فقلب المريد أعز عليه من 10 دراهم. شو يعني؟ يعني أنا ما بدي خالط المجتمع لأنه قلبي غالي علي، فإذا خالطت الناس فسد قلبي، فإذا أبيح ترك الجمعة من أجل 10 دراهم، ألا يباح ترك الجمعة من أجل الخوف على القلب؟ لاحظوا الاستدلال. قال له: والله هذا غرور، بل الواجب عليك أن تحفظ، أن تطبق أوامر الله وتحفظ قلبك مع الله. شو الإشكال عند هذا الفهم المغلوط؟ أنه فصل الخوف عن الحب، عن الرجاء. أنت تحب الله لكن لا، أنا لا أطبق أوامره. نقول لا، من أحب الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يطبق أوامره. أما أن يدعي الإنسان الحب وأن يدعي الإنسان الخشية والحفاظ على قلبه ثم يسقط عن نفسه التكاليف، وهذا نحن نذكره في تاريخنا الإسلامي، هاي نقطة سوداء، نقطة سوداء. أن بعض الناس يقول لك الإنسان يصل إلى مرحلة يسقط عنه التكليف. قال: لأن الغاية من العبادة شو؟ الغاية من العبادة أن تصل إلى الله، فإذا وصلت إلى الله في داعي للعبادة لا داعي للعبادة. نقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله عز وجل ما سقطت عنه العبادة. فكل إنسان يدعي حب الله عز وجل لكن لا يصلي، لا يصوم، يأكل أموال الناس بالباطل، نقول له أنت تدعي. أما هذه مقامات وأعمال قلبية مترابطة، يستحيل أن ينفك عمل منها عن عمل. لذلك ذكر الله المقامات الثلاث: الخوف، وذكر الرجاء، وذكر الحب في آية واحدة. قال تبارك وتعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لاحظوا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، قالوا الابتغاء إلى الرب هو الحب، بس بتحب الله؟ قال لا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالآية القرآنية ماذا تقول؟ تقول لا نستطيع أن نفصل عملا من أعمال القلب عن آخر. فمن أحب الله رجاه، ومن رجى الله خافه، ومن خافه أقبل عليه. أما كل ادعاء بخلاف هذا الادعاء فهو باطل وليس عليه أي دليل.